السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصانع الفرنسي بيجو حابب يرجع للاسواق بقوة وينافس، فحب يطرح سيارة تعتبر من أهم الفئات بالاسواق العالمية بشكل عام هي سيارات الكروس اوفر الاس في، ليش؟ سيارات متعددة الاستخدامات، سيارات عائلية، شبابية، مرتفعة على الأرض تناسب جميع الطرقات وطرح طراز الجيل الثاني من 3008. أه صراحة من السيارات اللي صدمتني ما توقعت اني استمتع بتجربتها او ما توقعت ان السيارات تعجبني بكل صراحه، مجرب من قبل سيارات بيجو بس ما كانت تشدني السيارات. 3008 تعتبر الجيل الثاني، طلع الجيل الاول عام 2008 استمر ل 2016، الجيل الثاني اللي معانا الان طلع بمعرض باريس ب 2016 اه كجيل جديد بالكامل، فيه هويه بيجو الجديده طلعوا تقنياتهم الجديده بالآي كوكبيت. يعني سووا تقنيات حلوه جدا بالسياره لدرجه انه فعلا صدمتني اول ما سكتها ما تستغرب ما تفكر اني امدح اليوم لا آه بكل صراحه السيارة فعلا تستحق التجربه و اللي معي كم يوم بكل صراحه صدمتني من تنافس بيجو 3008 تنافس النيسان قشقاي كيابانيين تنافس مثلا الالمان لو قلنا مثلا اودي كيو 3 عندك الفي دبليو تيغوان البي ام دبليو اكس 1 فعندكم عده طرازات تنافسها البيجو واقل منها سعرا وفيها مواصفات عاليه جدا البيجو اللي هي 3008 مقارنه بالالمان وقريبه ايضا من ناحيه الكوريين كيا سبورتج هيونداي توسان فهون في تنافس بالسعر مع الكوريين واليابانيين اما الالمان اغلى شوي ولكن البيجو فيها جوده صناعه ما حد بيقدر ينكر جودة الصناعة الفرنسية بيجو سياراتهم قديمة جداً نشوفهم في مصر في بلاد الشام سيارات قديمة إلى الآن شغالة وماشية في الشوارع واللي يزيد الصدمه اكثر انه بشهر اكتوبر شهر 10 2016 يعني قبل كم شهر بس من شهر 10 2016 الى شهر 3 2017 يعني قبل 3 شهور احنا في شهر 6 تخيلوا 6 شهور اجى طلب على السياره قبل توفرها للبيع حوالي 100 الف طلب على بيجو 3008 100 الف طلب يعني اصلا بيجو نفسه انصدموا والشيء اللي بيصدمهم اكثر هو نص ال 100 الف طلب اليوم 50 الف طلب كانوا من ناس ما بعمرهم امتلكوا بيجو ففعلا آه سيارة تستحق التجربة خليني أخبركم عنها الآن تجي بثلاث فئات حسب الوكلاء عندكم شوفوا أنتم عندكم فئة قياسية فئة متوسطة وفئة الفول أوبشن جي تي لاين اللي هي معانا لليوم راح أخبركم شو المواصفات اللي تجي على البيجو وأنت تشوف تروح للوكيل عندك إذا قررت تشتري سيارة أو تجربها تشوف أنت فلوسك كم هي تبدأ من 89900 في الإمارات إلى 119000 نسخة الفول أوبشن ف... وتشوف شو المواصفات متوفرة على السيارة اللي أنت ناوي تشتريها السيارة من المقدمة في هوية بيجو اللي هي موضوع تصميم القطط شبيه بالقطط بكل مكان شبك عندك بتصميم حلو تبريد كويس بالنسبة للسيارة لماكينة توربو إضاءة عندك زنون والإي دي بتقنية بيجو فل إي دي تكنولوجي إضاءة نهارية حلوة واضحة معك عطى يعني تميز حلو لبيجو بصراحة عندك كشافات حساسات أمامية بالتأكيد هذه تعتبر مواصفات ما ترجع على كل الفئات وعندك كاميرا موجودة بالأمام واكيد عندكم الرادار عشان يحافظ على المسار والمسافه بينك وبين السيارات اللي امامك من ناحيه مثبت السرعه وبنفس الوقت يعطيك تحذيرات من التصادمات الاماميه، والسياره ايضا بتراقب الشارع من خلال الكاميرا الموجوده على الزجاج عم تشوفوها فوق ذلك اوكي عندكم كاميرات عشان تراقب الشارع وحركه المشاة واي شيء امامك، وفعلا تفاعل السياره من ناحيه الرادارات والكاميرات جدا ممتازه، دقيقه جدا بالتحذيرات، دائما تحذيرات مرئيه وصوتيه. فراح اترككم الان تشوفوا تفاصيل السياره اكثر وبعدين تعالوا نشوف السياره بالجنب بالنسبه للجنوط والاطارات تتوفر على بيجو 3008 2017 عندكم الجنوط القياسيه 17 انش او 18 انش عندكم اشكال مختلفه ايضا شوف الوكيل عندك شو يوفر اطارات موجوده على سياره كونتيننتال مقاس 225 55 على الجنط 18 بصمه جي تي لاين عندكم هون لمسات كروم مع الاسود اللامع الجي تي لاين عندكم اسود لامع بكل مكان حتى سقف السياره جوانب الابواب المرايا الكهربائيه عليها اسود لامع وطبعا نسخه اللي معانا بيجي عليها فتحه سقف بانوراميه عملاقه جدا ايضا ما تجي على كل الفئات بالتاكيد تجي على الفئات العليا عندكم الدخول دون مفتاح موجود على السياره ولو قفلت السياره المفتاح مو معي استعطيني المفتاح امور كالعاده سارق المفتاح وماشي تعال اوكي آه. عندكم باللمس ما اعرف ليش بسموها بصمه هي باللمس اوكي آه. والمفتاح تشوفوه مع بعض قفل فتح الصندوق الخلفي وفتح وبالنسبه للكت الموجود على السياره بما انه سياره كروس اوفر فعشان تحمي هيكل السياره والصبغ عندك كت بلاستيك الاسود عشان يحمي السياره بشكل عام السياره تتوفر بنظام دفع امامي فقط لا غير ما في نظام دفع رباعي فشوفوا اكثر من الجنب بعدين تعالوا نشوف 3008 من الخلف بيجيو 3008 من الخلف انا عارف الان الدقيقين الملاحظة يعني حيقولوا لي الاضاءه الخلفيه تشبه سياره معينه راح اسهل عليكم تشبه سياره امريكيه فاكتبوا لي في التعليقات شو السياره اللي فيها تشابه من ناحيه اضاءه ال دي الموجوده بالخلف اوكي اسود لامع اكيد بالتاكيد موجود اكيد بالتاكيد موجود أوكي. بسم الله عندكم اللون الاسود لامع مثل ما ذكرنا عفيت الجي تي لاين بيميزها عندكم الجناح الخلفي عليه ايضا ضوء البريك اوكي وكشافات ضباب موجوده كروم ايضا موجود حساسات خلفيه وفتحتين للعادم كمثل كت موجود على السياره والباب الخلفي يفتح ايضا اوتوماتيكيا من خلال الزر حجم الحمولة مساحة التخزين تعتبر كويسة بالنسبة للسيارة 512 لتر فيك تزيدها من خلال طي المقاعد الموجودة بالصف الثاني والإغلاق عن طريق الزر موجود الكاميرا موجودة وبس هاي بيجو 3008 بشكل عام بشكل خارجي تفرجوا عليها أكثر وشوفوها بتصوير مبدعين عمور وأحمد بعدين تعالوا نشوف المقصورة الداخلية ل 3008 2017 الجو حار يا شباب حراره 43 الحمد لله رب العالمين الله يبعدنا جميعا من نار جهنم والله الجو حار ورطوبه عاليه فالحمد لله رب العالمين المهم 3000 تمام من الداخل عم نشوف تطريز موجود حتقولوا لي شبيه بالاودي مو غلط آه بيجو صانع فرنسي عريق ايضا بيقدم جوده عاليه بالسيارات وعم نشوف الجلد موجود الفئات الاقل عندكم بتوفر آه فرش قماش عادي المساحه الداخليه صراحه ليست الافضل ما بقدر اقول لكم والله السياره ممتازه لا انا حتى كنت مضبط مقعد اني سايق فحسيت حالي مو مرتاح كثير خليت عموري يقدم مقعد شوي ف فبحس المقعد على قدي تماما بالنسبه لي لطولي انا نظام الصوت موجود فوكل عندكم انظمه صوت عاديه بتجي على الفئات القياسيه وبنشوف نحن اللمسات الداخليه موجوده من القماش يعني عاده بنشوف خشب الومنيوم كربون فايبر بيان بلاك بلاستيك هالمره بيجوا على فئه اوبشن حاطين قماش شيء غريب يعني مو عارف ناس بقول مو حلو يعني ناس تقول عادي انه يعني شيء غريب ف شو رايكم حلو ولا مو حلو غريب ولا مو غريب اهم شيء تكيف واصل للخلف ايضا نقطه ايجابيه حلوه عندكم هون مدخل باور 12 فولت بس هاي 3800 من الخلف صراحه البانوراما عامل شغل جبار تعالوا نشوفها من الامام تجر تشغيل عن طريق الزر لازم تخلي ايدك اوكي شاشه حلوه نظام الاي كوكبيت الجديد الجيل الثاني من بيجو قدمته على السياره هذا اهم شيء تطور عندهم مثل ما شايفين الشاشه عندكم 12.3 انش بالنسبه لامام الساق فيك تغير انت عندك الوضعيات من خلال هذا القرص الموجود انت عندك اكثر من شكل درايفنج خلينا تخلي نافيجيشن في النص بتقدر تسوي كل هالقصص شوفوا بتغير شكل العدادات بتغير المعلومات اللي عندك انت على حسب ما بدك يعني فيك تسوي بيرسونال فيك تسوي اعدادات اللي بدك اياها انت مينيموم آه, انه هي اقل معلومات بدك اياها انت مثل ما عم بتشوفوا شو حيطلع امامنا فقط سرعه مثلا, مثلا مثبت سرعه ولا غير ذلك درايفنج مثل ما عم بتشوفوا لين اسيستنت مثلا موضوع التحذير مقدرة خط السير اذا في سيارات امامك كل الانظمه التحذيريه بتطلع عندك كدرايفنج يعني والنفيجيشن انا غالبا بخليه على نافيجيشن شكله حلو صراحه اوكي عندكم الشاشه الاساسيه مقاس 8 انش باللمس تعمل اوكي من خلال هالشاشه لو ضغطنا على الازرار شايفينها هذه عشان تحكم بالشاشه في منها الزر عليه السياره فيك تتحكم من خلال مثلا انتك تشغل مثلا موضوع الحساسات مع حساسات المساعده على الباركينج اصوات حساسات ايضا المساعده على تغيير المسار واصوات والاشياء المرئيه كتحذيرات حتى اوكي وبلايند سبوت اللي هو نظام القطع العمياء الموجوده على المرايا ايضا فيك تشغل وتفصل من خلال الشاشه ومعلومات السياره من ناحيه اضاءه ما اضاءه وقفل وسيفتي اوكي وعندك النافيجيشن موجود والصوت موجود تحكم المكيف من خلال هذا الزر تحكم بالمكيف بالأسف عندك التحكم بالصوت وتدفئه المقاعد وعندك عشان تخلي التكييف داخلي عندك قفل ابواب فتح هذا هو الزر اوكي وتدفئه مقاعد ما في تبريد مقاعد للاسف بالأسف عندكم مساحة تخزين حلوة بنفس الوقت هذا تعتبر نظام شحن لاسلكي للهواتف اللي تفعل هذا الشيء وعندكم يو اس بي وعندكم مدخل باور 12 فولت أيضا بالداخل وبنشوف هون عندك زر اللي هو نظام المساعد على النزول من التلال السيارة تعمل فرمله ما ما تتحلى تحت أو ما ما تفلت السيارة منك تعمل فرمله لحالها وهذا القرص اللي هو نظام التحكم يعني بيعمل على التراكشن وتوزيع القوة والجر أه بيقولوا لك بيجوا هذا بديل عن نظام الدفع الرباعي هذا الكلام مو موجود صراحه ما في شيء يغنيك عن الدفع الرباعي لان هم حاطين وضعيات صراحه يعني طريق عادي او الثلج او الطين او الرمل فالناس تطلع في سياره لك هذه فورويت يقولوا لا دفع امامي بس هم يعني حاطين لك نظام يعني تركشن بيساعدك نوعا ما على حسب الطريق بس هذا الشيء اكيد ما بيغني عن نظام الدفع الرباعي يا جماعه الخير وعندك التراكشن اوف من خلال ايضا القرص مساحه تخزين ممكن بزنس اي شيء تحطه معادن دراهم وهذا الجير عندك انت لازم لو شوف لو انا حركت اي شيء بيطلع لي انه بريس ذا بريك بدل اند انلوك اوكي فعندي انا انلوك على الجنب من جهه اليسار بضغط عليها عشان اقدر اتحكم بالجير وهذا زر المانيوال وعندك هون الالكتريك بريك او الباركينج بريك موجود عندك زر السبورت اذا ضغطه واحده ما بيشتغل ولا اي شيء لازم تضلك كابس عليها عشان يفتح معك سبورت السبورت بيفتح معك تيربو اسرع بيكون عندك تجاوب تيربو افضل الجير افضل بتصير السياره فعلا فيها تجاوب، انا حسيت باختلاف ما بين فئه الوضعية القياده العاديه والسبورت في فرق بكل صراحه. مريم الصوت يتغير حسيت بيفتح. لا الصوت السياره. ايه اللكزوز خفيف، أصف... شوف طلع. سماعات جوا السياره. لا ما في سماعات. ما فيها سماعات، بالسياره بتكون جاهزه اكثر، تبريد تيربو بصير افضل. جربت ادعس. هلا فصلت سبورت، بنو سبورت؟ طبعا في بطء شوي بالشاشه بالاخر. لسه جديدة عليهم فبحاجة تطوير حطيت سبورت الصوت اختلف بشكل بسيط بالسيارة بس بخير مو سبورت عليها أكزوز أنه سبورت يعني سبورت أنا حكيت في فرق بين النورمال والسبورت يا جماعة الخير هاي حاملات الكواب موجودة وعندك أنت هون درج عشان التخزين وصراحة في تبريد بالداخل فأيضاً كويس والمقعد عندي كهربائي بالكامل وهذا المقعد ايضا عندكم تحكم مانيوال ولكن في مساج ومقعد السائق ايضا في مساج فهي الاضافه حلوه انا بضغط على الزر حتشوفوه بالتصوير انتم وبختار وضعيه بدي ستريتش بدي للاكتاف بدي لاسفل الظهر بدي اي شيء وبعدين بختار اوف لو ميديوم او هاي يعني كيف بدك مدى سرعه المساج وقوه المساج ايضا من الاشياء الموجوده في الشاشه غير موضوع المساج ايضا في عندك موضوع الاب السياره فيك تشبك عليها تليفونك الايفون كابل كار بلاي فيك اذا انت تليفونك تشبكت الواي فاي من التليفون للشاشه اوكي بتقدر انت تفتح واي فاي جوا السياره ففي اضافات حلوه موجوده بالبيجو صراحه انا عجبني نظام الترفيه الموجود اللي هو الايكوكبت من بيجو طيب عجله القياده الموجوده على السياره هذه العجله راح يتم اعتماد على كل سيارات بيجو القادمه بتغييراتها عليها الشفتنج بادلز موجودين بالخلف تصميم العجله شوي مختلف عن باقي السيارات تحسه جاي بالعكس المفروض يكون بهالشكل بس يعني علامه البيجو والجي تي لاين هي اللي بتحدد لك مسار عجله القياده وبالخلف عندك مثبت السرعه مثبت سرعه يا بتحط ليمت يا بتحط كروز ليمت ان السياره ما تطلع عن سرعه معينه الكروز كنترول انك انت تثبت سرعه وعندك الجاب الجاب اللي هو بتحدد المسافة بينك وبين السيارات اللي أمامك هذه الشاشة أمامكم القاب عندك أنت كلوز يعني متوسط شوي نورمال يعني عرفتوا كيف عندكم بعيد ونورمال وكلوز وهذه التحكم من خلال مثبت السرعة شو عندنا أيضا بالخلف عندك عندك بس زر عشان تفتح غطاء الصندوق الخلفي عندك مساحة تخزين النوافذ فول أوتو ضغطة واحدة بترفع وبتنزل وتحكم مرايا أكيد كهربائي إضاءة السيارة الداخلية موجودة عندكم لون أبيض اي دي عندكم هذا الكمبيوتر الصغير عشان يعطيك مثلاً تشوفوا الآن الركاب الموجودين وين نقاطهم أن هم مو حاطين حزام <applause> يعني أنا لو حطيت حزامي شوفوا راح أيضا هذا الشيء موجود بعدة سيارات قديمة فهي هي 3008 بشكل عام من الداخل والخارج شفتوها مع بعض كيف كانت والان نطلع نتمشى اخبركم عن المحركات الموجوده على بيجو 3008 ولحبايبنا اهل الجزائر والمغرب العربي بشكل عام واهل فلسطين اللي بيرغب محركات الديزل أقدر أخبركم إن شاء الله عن محركات الديزل أسمع صوت بلوبال خفيف نتكلم اول شيء عن محركات البيجو 3080 مبدئيا كل المحركات الموجوده اربع سلندر راح ابدا بمحركات الديزل لحبايبنا متابعينا من دول المغرب العربي وفلسطين محركات ديزل كلها اربع سلندر عندكم اثنين سعتهم 1600 سي سي 1.6 واحد قوته 100 حصان والثاني 120 حصان ومحركين ايضا سعتهم 2 لتر او 2000 سي سي اللي هو بيكون قوته الاول 150 حصان والثاني 180 حصان اما بالنسبه لمحركات البنزين أه محرك الاول عندك 1.2 توربو اربع سلندر بالتاكيد 130 حصان اما المحرك الثاني هو المحرك اللي حيجي عندنا على المنطقه المفروض هذا المحرك الوحيد حيتوفر اللي هو محرك ال1.6 اربع سلندر او 1600 سي سي قوة 165 حصان والعزم بيكون 240 نيوتن متر صراحة المحرك هذا أنا بالنسبة لي سيارة كاستخدام يومي القوة كويسة أه لما تحط على سبورت التيربو بيكون متجاوب معك أكثر الجير من ستة سرعات على كل الفئات بيجي أيضا متجاوب ما حسيت أني أنا بحاجة لقوة أكبر على سيارة استخدام يومي أعتقد هاي السيارة حيرغبوا لها أكثر شيء الجنس اللطيف لانه يعني سياره شكلها حلو سواقتها حلوه السياره القوه الموجوده قوه منطقيه ايضا شباب جامعه مثلا سياره حلوه فاني فيها اوبشن حلو داخل السياره وقيادتها صراحه حلوه السياره يعني صوت الفالف اللي بيطلع معاك راح احاول اطلع لكم يا. سامع عمور انت خفيف اوكي فيعني والله حلو يعني صراحه وشوفوا تفاعل الان الحساسات والكاميرات مراقبه هنا أنا قريب على السياره الامامي بيك الكلوز ابتعدت من الامام شوفوا بكتر فجاه اوكي شوفوا يلا جاوب الان تجاوب اوكي ببتعد الان ما اوكي شوفوا بقترب الان شوف تشتغل على طول اعطيت تحذير صوتي اول شيء كان تعطيني تحذير مرئي فقط الان أعطت تحذير آه صوتي ايضا لان انا كنت دايس بترول مقرب على السياره اللي امامي فاعطتني بريك لانه انا استشعرت السياره اني دايس بترول مقترب من السياره اللي امامي كله من خلال الكاميرات والرادارات الموجوده على السياره طيب هل المحرك ال165 حصان كيف تسارع الرقم الذي يطلبه الجميع وينتظره الجميع سارت سارع من صفر لمية بثمانية ثواني فاصل تسعة أجزاء من الثانية 8.9 والسرعه القصوى بتكون عندك انت 205 كم في الساعه محدده الكترونيا من الوكاله شو اللي بيخلي السياره تتسارع برقم منطقي على محرك صغير يعتبر 1.6 وخفه الوزن وزن السياره يا جماعه الخير 1300 كيلو 1300 كيلو اعتقد رقم جدا كويس يعني رقم جدا حلو سوته بيجو على سياره ال 3008 فقدرت تلعب على وتر جدا مهم بعالم صناعة السيارات ألا وهو خفة الوزن فل التانك الموجود على السيارة 60 لتر ما في إلى الآن معلومات أو أرقام مؤكدة ثابتة عن صرفية السيارة أنا اليوم قاعد أجرب فيه فبس لكن مصروف السيارة اقتصادي عملي جدا إذا أنت ما بتدوس كثير السيارة عملية واقتصادية أوكي 60 لتر مناسبين جدا للاستخدام داخل المدينة طيب كريم هل السيارة ما فيها عيوب؟ ما في شيء ما في عيوب في بطء بنظام الاي كوكبيت الموجود رغم النظام جدا حبيته انا ولكن في بطء شوي حتى تستوعب الشاشه عليك احيانا البدوث مثلا تكون شابك تليفونك فمثلا تنزل قريب من السياره ترجع فيحتاج وقت عبال ما يرجع يشبك البلوتوث او يتصل البلوتوث بتليفونك ففي بطء شوي بالبلوتوث عز السياره صراحه انا اعتبرته كويس ما حسيت انه عندي انا ضجيج داخل السياره السيارة ما تتوفر غير فقط دفع أمامي بالمقابل المنافسين معظمهم يتوفر بنظام دفع رباعي فهذه أيضا من النقاط الممكن نحط نقطة على ملف البيجو بالنسبة للمنافسين هل السيارة تستحق الاقتناء؟ بكل صراحة أنا شايفها سيارة حلوة أنا صدمتني أنا أول مرة أسوق سيارة بيجو تعجبني خلينا صريحين يعني فيها تطور باين المجهود اللي سووه الجماعة عشان يسووا سياراتهم ويرجعوا اسمهم قوي في المنطقه فاعتقد السياره هذه حتنجح والدليل انه مثل ما ذكر في مقدمه الحلقه كميه الطلب الكبيره اللي اجت اول ما اعلنوا عن السياره ففعلا السياره اخذت عده جوائز عالميه كافضل سياره بالعالم بالنسبه لفئتها فانتوا شو رايكم بهذه السياره عجبتكم ام لا بالنسبه للامان الموجود ببيجو كالعاده عندكم فئه الفول اوبشن بيجي عليها سته وسائد هوائيه اما الفئات الاقل المفروض يجي عليها اربع وسائد هوائيه فاهون من غيرها اللي بيجيبوا اثنين فقط ولكن انا ما زلت مصر على رايي انه الوسائد الهوائيه لازم تجي سته وثمانيه بكل الفئات فايضا من ضمنهم بيجو انه حتى لو كنتوا اربعه احسن من غيركم لازم الوسائد الهوائيه تكون مواصفات قياسيه كامله على كل الفئات ما حطول عليكم اكثر من هيك يا جماعه الخير ان شاء الله تكون عجبتكم التجربه حبيت اعطيكم الزبده خلينا نقول من الحديث وتجربه السياره ان شاء الله تكون عجبتكم شعرنا واحد العالميه بس العرب مع عرب جديد حياكم الله